جنود مجهول يستبدلون أجواء رمضان الأسرية بالإنجاز وأداء الواجب وقت الإفطار في مواقع عملهم في الشهر الكريم. كاميرا أخبار الدار رصدت هذه الأجواء المفعمة بالواجب. يتوارون خلف الستار، الجدية سجيتهم والتفاني في العمل دستورهم، كل ما تطمح إليه أحلامهم البسيطة، تقديم مساعدة أو إقالة عثرة، راضين عن الحياة بأفراحها وأتراحها. لديهم عقيدة بأن كل ما يقدمونه في صميم عملهم وعليهم الإخلاص فيه ليعكسوا صوراً مشرفة عن أنفسهم ومؤسساتهم في الشهر الفضيل. هؤلاء هم الجنود المجهولون في ميادين العمل المختلفة، كل في موقعه. فهنا في المستشفيات فوق أجورهم المهنية ينتظرون الأجر العظيم من رب العباد. أول شيء هو شهر رمضان، شهر مبارك وشهر الخير والبركة، نساعد الناس كواجبنا كأطباء. وثاني شيء في شهر رمضان نأخذ معها أجر، نساعد المرضى، ننقذ حياة مرضى حالات خطرة بالحوادث، فيها أجر وفيها واجب، وظيفتنا، وإحنا اختارينا هذا الاختصاص لأنه سعداء فيه. وهنا أيضا في مؤسسة الشارقة للإعلام، طبيعة العمل تفرض على عدد كبير من العاملين هنا تناول الفطور في مكان العمل، تاركين أجواء المحبة وروحانية الشهر الفضيل مع أسرهم ليستبدلوها بأجواء الإنجاز والسعادة. فالعمل في شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة. يعطيكم العافية، اسعد لو تخبرنا عن أجواء العمل في شهر رمضان. بصراحة أجواء العمل أنا أعتبر الدوام يعني بيتي الثاني، يعني ما يفرق وياي أني أفطر في البيت أو في الدوام. يعني أجواء رمضانية مليئة بالروحانية، وال يعني أجواء شعور يعني لا يوصف. طبعا أجواء العمل في رمضان معتاد عليها، ما تختلف عن الأيام العادية، طبعا لأن الشغل في الأخبار طبعا ما يتوقف على مدى 24 ساعة، ونحن في رمضان يعني نشتغل كأسرة واحدة من إنتاج عمل، يعني من أجل إنتاج عمل جماعي جيد. الواجب ومتطلباته لا يمكن لأي صاحب ضمير حي وحس راق وشعور بالمسؤولية والالتزام إدارة ظهره لكل تلك القيم الجميلة. فمرحبا بالإرهاق في سبيل إسعاد الآخرين، وخاصة في شهر الخير واليمن والبركة. هؤلاء هم الجنود المجهولين، يعملون بلا كلل ولا ملل في شهر رمضان الخير لإسعاد وفرحة غيرهم. لإخبار الدار هويدا الشرقي الشارقة.